وزارد أمنية بنتلاند أيا كهذا الشيء دقال سببي قصار لمشاء وكدع بوره المدو إدولات كمجال ذا بوصة صور بحنتها يفافا سنة الكوحين وغصدري وريهن محمد ديق عبد الله وزير كحجين كوزارة أمنية بونتلاند عبد الشمال عثمان محمد أي شركة لا تكون قبته حرنت قيبت بوليس كي جبل كبري بوساسو وحوجها الله دجال عيد مدى بونتلاند يكون دجال يهنا دا بورها علم ذو كل حمري دجان لا يراه دو وكي يلا بورها علم ذو عبد الشمال وحوشين دجال كاس عيد مدى بونتلاند أي قادين أي نكود لين سدو هذا الكود جاي لبك مدرين عيك سور كده هذا كسد حقف ولقو تنسين كم يدين دجال يهنا دا بورها نا لقو سوق قبته ولقال كاسي ميت كلا بقى فلقو شيء دجال يهنا دا aya lagu soo bandhigay gudaha isbitaalka Boosaaso iyadoo wasiirkuna u tilmaamay in ay hayaan saddex qof oo lagu toonsan yahay in ay qayb ka ahaayeen dagaalkan balse baaritaan uu ku socdo ciidamada amniga ee dawladda Puntland ee sida caadada waxay shalay waxay ka howlgaleen ee aag ee ashan buuraha calmadow ee meel la yiraahdo dhadhaawo oo kamid ah كلوا أجا مجال العلايو يو قو أجا هذا كلوا بورتنا عليه هذا هو صح هكا هو حجوجي نمكن نبديت كها ومدبضا بورها علمدو كتشري رود بتلان هذه جرى عليه كل مالين دفاع له كجرى لنا دجال من لونا ويقاي حراقو دي وبريح ندمي نغاقو دي بورت نسيبوناك إذا لبيت اللان وهذه جرى على عادة وتهاي إنك قاعد صار يعني كان يقول استنى إنه هيرجع سلعة وبرها كورة يعني حراق وهذا مش هتشوجة شرى يحاول كل كل سمي يجي سأصور تنو كنا صحافة دا وحاول صور إن تي لمنين وكم إذا حان ما كان بديت كه شرى ضيع شع والقى حسدة والقاعدة دا وهذه جرى على سومالي ولا نكيد يقرا الحوي بتلان لقيب وين كقالت اللي دجال قوضة إيوه سفينة اللي غصب في داخل سفينة سومالية نسيبونا الحمد لله رب العالمين له وما حد لنا أنا ملح قدر الكع ونفط وذي ذل كذا يعني بح خسارة وسوق على مثلا وزارة أمنية بونتلاند وحي ماشي كساتين وشرا خسارة سوق على عيدا مدى بونتلاند مركز لقرر يبو بير عبد الشمال gaari ciidamada la socdeen oo dhacay markii laga soo laabtay howlgalkaasi wasaaradda amniga Puntland ayaa sheegtay inay wadi doonto howlgalada buuraha ka soconaya iyagoo sheegay inaysan marnaba hakin doonin dhinaca kale mid ka mid ah bogagga internetka lagu baahiyo wararka xarakada Al-Shabaab ayaa lagu qoray dagaalka ka dhacay waqooyiga galbeed ee Boosaaso inuu ku dhintay mid ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab inkastoo meydka laba qof lagu soo bandhigay Boosaaso oo lagu tilmaamay inay yihiin dagaalyahanadii dawladda la dagaalamay maxamed eeq abdullah tv ga caalamiga somali channel boosaaso